السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو جديد. اليوم عندنا جديد ديال جلابة دو بياس بالقفطان، مخدومة براندا. ممكن تشوفوا الخدمة ديالها كتجي راقية ورائعة. درنا على التحتاني التوب ديال الساتان منمر، توب ديال النمر ومخدوم براندا عريضة، مخدومة بالحجر بالعقيق. والفوقاني درنا بالتوب ديال الكريب، كريب دوس وحرير، كاليتي مزيانه ديال التوب. هاد الموديل هذا ديال واحد المتتبعه ديالنا كاينه في ايطاليا، اخت ناعمه من ايطاليا يعني تواصلت معنا في الواتساب، يعني عطاتنا الموديل وصيبنا لها هاد، تكلفنا لها بالتوب وخياطه. الى عجبكم هاد الموديل هذا غادي تسكرينيه وغتصيفط لنا في الواتساب، وغادي نقول لك الثمن ديالو بشحال كيطلع بتوب وخياطه والارسال داخل وخارج المغرب، يعني في المكان انت كتوصلك حتى للدار. وبالنسبه لهاد الموديل يعني من الاحسن، يعني هذا الموديل هذا راه كيطلب شويه الوقت، يعني كما قلنا هذا الموديل هذا كيطلب شويه الوقت، يعني من الاحسن اذا كانت عندك شي مناسبه خاصك تحطيه على اتساع، يعني تحطيه يعني قبل ما توصل المناسبه. يعني الخدمه ديالو راه كلها بالليد، كما كتشوف الخدمه ديال البريد ديال الزواق التنبات ديال العقيق، ويعني كيشد الوقت شويه، يعني هذا علاش خصك تحطيه شويه بكري على اتساع. لارسال كما قلنا راه داخل وخارج المغرب، يعني في المكان انت راك توصلك حتى للدار. مكتوب الخدمه ديالها جات راقيه، يعني حتى الا بغيتي تلبسي غير هذا القفطان بوحدو التحتاني، يعني راك تلبسيه بوحدو، يعني الخدمه ديالو حتى هو راه عامر براندا. نفس الخدمه اللي كاينه في الجلابه راه كاينه في القفطان، والخدمه كما كتشوفونا راه عريضه على الكول، الخدمه ديالو عريضه. هذيك الخدمه دايرينها حتى في الكمام، الكمام تما راه دايرينهم اعراض بهاد الخدمه ديال الراندا، ومنبته بالعقيق بالحجر مهرس، يعني خدمه فيه راقيه ورائعه. جلابه ديال المناسبات ديال الحضور ديال العرايسات وديال المناسبات، يعني كتجي مع جميع المناسبات. الى عجبك هذا الموديل غتواصلي معنا في الواتساب، غنقول لك الثمن ديالو بشحال كيطلع بتوب وخياطه. الا كان عندك التوب يعني راك نعطيك العنوان ديالنا وكترسليها لينا، يعني المحل عندنا راه كاين في سيدي بنور، يعني راه يمكن تلبسي جلابه بوحدها ويمكن تلبسي حتى القفطان بوحدو. كما كتشوفوا القفطان درنا له هذا التوب هذا، يعني التوب ديالو ساتان منمر ومنبت، خدمه ديال القفطان. حتى بغيتي تلبسي غير القفطان بوحدو راك تلبسي القفطان بوحدو، بغيتي تلبسي جلابه بوحدها كتلبسي جلابه حتى هي بوحدها، يعني ثلاثه في لبسه واحده. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب لكي تعم الفائده للجميع. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء في